اللي النهارده بنتكلم فيه هو ضريبتين بالضبط. الضريبه الاولى هي المساهمه التكافليه. المساهمه التكافليه، اولا موضوع المساهمه التكافليه ده غايه في الاهميه، ده مشروع يعني بنقول رئاسي مهم جدا للدوله. النقطه هذه الضريبه هي بنتكلم هي عباره عن 2.5% من اجمالي الايراد ولا تخصم من الوعاء الضريبي. فزي ما قلت المبدا العام ان احنا هناخد هذا كرقم من صافي الربح. النهارده احنا بنقول كمبدا ده اللي توافقنا عليه في مجلس الوزراء، بنتكلم مع الاطراف المختلفه، وهدفنا الاساسي انه ما فيش انتقاص، لان هذا الموضوع موضوع غايه في الاستراتيجيه للدوله، وهنشتغل عليه حتى اذا كان في انخفاض مرحلي هنعوضه في المراحل اللاحقه ان شاء الله. بس زي ما قلت لحضرتك ده موضوع من ناحيه المبدا، بنرسي مبدا ما فيش ضريبه من المبيعات او من الايرادات، وهي ضريبه من صافي الربح، وسيتم العرض على حضراتكم، واول ما نخلص الاجراءات والدراسه مع الوزراء المعنيين هنعلن الرقم في نهايته. الضريبه الاخرى هي الضريبه اللي بتفرض على كل الشركات، هي ضريبه التدريب والتاهيل، ودي ضريبه 1% من صافي الربح. وطبعا كل مجتمع الاعمال كان عنده طلب، هي الضريبه دي ليه مفروضه؟ واحنا بنعمل تدريب بتاعنا وليه بنعمل تدريب؟ احنا النهارده اخذنا قرار الحمد لله قرار جريء، بنقول ان هذه الضريبه بتنزل لربع في المية فقط، والشركات اللي بتعمل تدريب بتبقى معفيه بالكامل. وبالتالي هذا بقول ده تعامل واضح بيوري اتجاه الدوله في المرحله القادمه بالنسبه للضرائب. الحاجه اللي عندنا فيها قطاع خاص بيقوم بيها مش هنفرض عليها ضريبه، وده تم اقراره النهارده في الجزئيه الخاصه بالاعباء والرسوم. الجزء الثاني اللي عايز ادي على حضراتكم برضو ملامحه هو برنامج رد اعباء التصدير. لا يخفى على حضراتكم انه هذا البرنامج بقى له فتره طويله، وهو برنامج ناجح ونتج عنه زياده للتصدير، ولكن بقى لنا فتره الشركات كلها بتشتكي ان هناك متاخرات يمكن من بدايه 2023 لم تدفع للشركات، والناس عندها ضبابيه البرنامج هيكمل مش هيكمل. نفس المعيار اللي احنا بنتكلم فيه هو مبدا الشفافيه، هنعلن كل سنه ايه البرنامج، وده اللي هعلن على حضراتكم النهارده شكل البرنامج الجديد اللي احنا بنتكلم عليه. البرنامج بنتكلم على 3 اسس اساسيه. عندنا خط بنجر خط، اي حاجه متاخره حتى 1 مارس 2024 هيتم جدولتها واستخدام المقاصه كما تفضل وزير الماليه. يعني ما كنتش اقدر اقول كلمه المقاصه قبل ما يعرض، هو يقول ان هو جاهز بنظام المقاصه اللي الشركات تقدر تستفيد بيه، وده في حد ذاته نقله نوعيه. هو منتظرين بس جدول هنعمل ايه، وهيتم اعلان ده هذا الموضوع بالتفصيل. ليه 1 مارس؟ لان احنا قلنا 1 مارس ده هو جه تواكب مع تعديل سعر الصرف اللي اصبحت فيه الدوله او الصناعه المصريه فيها تنافسيه كبيره بسبب سعر الصرف، فقلنا نجر الخط ويبقى ما قبل 1 مارس بيتم معاملته كجدوله بشكل معين واستخدام المقاصه، وما بعد ذلك ينطبق عليه البرنامج الجديد. البرنامج الجديد بنتكلم، وزي ما بقول لحضرتك هنكمل بهذا المنطلق، شفافيه ووضوح كامل البرنامج يعكس اجمالي الموازنه، يعني معانا كام موازنه، وهنشتغل في ضوء الموازنه اللي معانا، لاني ما اقدرش انفق اكثر ما املك. في ضوء التقييم الدولي، وهنشتغل على تقييم دوري للقطاعات المطلوب، انا مش عايز ادي دعم لمدى للا نهايه، انا عايز ادعم عشان اطور الصناعه، اطور المكون المحلي، اعمق الصناعه، وبالتالي كل سنه هبدا اطور في البرنامج بما يدعم الصناعه المحليه. وزي ما قلنا حضراتكم التزام كامل بسداد كل ما المستحقات من او آه انا اسف من 1 مارس النهارده الشركات، اي حد يتقدم في ضوء البرنامج الجديد يقدر يتم الصرف فورا في حد اقصى 90 يوم من تقديم المستندات، وده التزام تام من قبل الوزاره والجهات الاخرى اللي بتشتغل معانا، يعني ما فيش حد هيتاخر عن 90 يوم، ودي الميزه ان احنا النهارده عاده الاجراءات بعد التصدير بتاخد كذا شهر، النهارده بما انها من 1 مارس فات ال6 اشهر، النهارده الشركات ممكن تبدا فورا تصرف رد اعباء الصادرات. اللي تم مراعاته حضراتكم، مش هقرا كل كلمه بس هو عشان حضراتكم تبقوا شايفين، هي نفس المحاور السابقه، ان احنا عايزين الدعم او بنخليه رد الاعباء عشان يبقى الكلمه ادق، نحو المنتجات ذات القيمه المضافه العاليه، بالاضافه الى الربط بين الحوافز
التصديريه النقديه وغير النقديه، وحضراتكم شايفين الفرق ما بينهم، وضروره مراعاه الموازنه المخصصه للبرنامج خلال العام الحالي اللي زي ما بقول لحضراتكم مش عايزين نصرف اكثر ما نملك. هنقطع على النقطه الثانيه، ان احنا حددنا قطاع قطاع قد ايه الحصه المتاحه له، عشان ما يبقاش في قطاع يجي على قطاع اخر بوضوح شديد. وزي ما بقول لحضرتك ده بالتنسيق التام مع كل المجالس التصديريه، يعني هنا انا مش بتكلم الدوله بتشتغل، لا احنا بنشتغل مع القطاع الخاص التصديري على تواصل تام. التاكيد على ضروره زياده المكون المحلي، ويمكن في البرنامج مش حاطط نسب دلوقتي، احنا بنزود نسبه المكون المحلي في المرحله دي، والسنه الجايه هنبدا نزودها زياده عشان نعمق الصناعه وتوطين الصناعه. التقييم الدوري يمكن قلته، وهيشوف ده تاثيره في قطاعات ممكن تقف على رجلها وفي قطاعات تانية عايزه ساعتها، وبالتالي كل سنه هبدا اعرض على حضراتكم ايه القطاع اللي انا هدعمه السنه دي وازود في هذا الجزئيه. الحاجه المهمه ان برضو كان عندنا تاخير ولازم نعترف بيه نتيجه عدم الرقمنه. احنا الحمد لله، ويمكن انا هطلب من دوله الرئيس انه يجي يفتتح الجزئيه بتاعه المنصه الالكترونيه لصندوق رد اعباء التصدير، خلصنا هذا الموضوع، وده هيقلل الاجراءات وهيقلل الورق، وبالتالي هنقدر ما نتاخرش على ناس، وبالتالي ده برضو خطوه ايجابيه ان شاء الله هتؤدي ان الناس هتبقى النهارده ما فيش تاخير في الورق اللي احنا وصرف المستحقات يتم بسرعه. المحاور الاساسيه للبرنامج ما زالت كما هي، ويمكن بنعظم فيها، هو تعميق الصناعه، نسبه المكون المحلي كما قلنا هنبدا نزودها، تنميه الصعيد والمناطق الحدوديه ومدينه دمياط الاثاث والروبيكي، منح نسب اضافيه للصادرات تحمل علامه تجاريه مصريه، تعزيز النفاذ لافريقيا والاسواق الجديده، مسانده النقل لافريقيا، وده جزء من التحدي الكبير للتصدير لافريقيا، وهو سوق كبير وواعد وبنشتغل ده، واشتغلنا مع مصر الطيران وحطينا نسب واضحه وقطاعات واضحه لهذا الموضوع. تحفيز اضافي للزياده في الصادرات، بدانا نقول ان انت النهارده كل اللي هيقدر يزود صادراته اقدر اديله نسبه اضافيه، فده تم مراعاته في البرنامج. وجزء تاني مهم، اللي انت عايز تساعد شركاتك تحضر معارض دوليه وتبدا تشارك، هي مسانده البنيه الاساسيه للتصدير، معارض وشحن جوي ومكافحه دبابر الفاكهه وغيرها. هو دي ملامح البرنامج، واعتقد ان هي بدايه جديده ان شاء الله هيتبعها كما قلنا حاجات في التجارة الخارجية وغيرها، بس دي البداية النهاردة، وبشكركم شكرا جزيلا.